ناتي إلى حل التمرين 6 صفحة 209. لدينا أحباء الطلاب كما تلاحظون fx تساوي لوغاريتم 3 زائد e اس x والمعرف على r. أثبت أن الخط البياني يقبل مقارب أفقي وآخر مائل يطلب تعيينهما. نبدأ الحل. كما تعلمون المقاربات الأفقية والشاقولية مسؤول عنها النهايات عند أطراف مجموعة التعريف. limit fx لما الاكس تسعى إلى الناقص لا نهاية، نلاحظ أنه هو limit 3 زائد e اس x لما الاكس تسعى إلى الناقص لا نهاية. إخواني e قوة ناقص لا نهاية هي صفر، صفر زائد 3 3، إذن الجواب هو لوغاريتم 3، ومنه y تساوي لوغاريتم 3 مقارب أفقي أو بين قوسين يوازي x x فتحة في جوار الناقص لا نهاية. نأخذ النهاية الثانية هي limit fx لما x تسعى إلى الزائد لا نهاية. نلاحظ أن لدينا limit لوغاريتم 3 زائد e اس x لما الـ x تسعى إلى الزائد لا نهاية. أحبائي الطلبة e قوة زائد لا نهاية هي زائد لا نهاية، و3 زائد لا نهاية لوغاريتم الزائد لا نهاية هو شو؟ زائد لا نهاية، وهو شرط وجود المقارب المائل. نبحث عن مقارب مائل من الشكل y تساوي ax زائد b. كما نعلم لإيجاد a نحسب النهاية التالية a تساوي limit f x على x لما x تسعى إلى الزائد لا نهاية. إذن a تساوي limit لوغاريتم 3 زائد e اس x على x لما x تسعى إلى الزائد لا نهاية. نلاحظ حالة عدم تعيين. أنا برأيي إخراج e اس x عامل مشترك راح يحل المشكلة أو يزيل حالة عدم التعيين، فيصبح جواب على الشكل التالي لوغاريتم e اس x ضرب 3 e اس x زائد 1. أخرجنا e اس x عامل مشترك. نطبق خواص اللوغاريتم وهو لوغاريتم e اس x زائد لوغاريتم 3 على e اس x زائد 1 على x على x. إذا وصلنا المقامات x تسعى للزائد لا نهاية، نلاحظ هنا في اختصار، إذا تصبح لدينا limit e مع لوغاريتم رأس صفر x على x وهو الواحد زائد لوغاريتم 3 على e اس x زائد 1 على x لما ال x تسعى إلى الزائد لا نهاية. إذا a تساوي e قوة زائد لا نهاية هي لا نهاية عدا لا نهاية صفر، صفر زائد واحد واحد لوغاريتم الواحد هو صفر على الزائد لا نهاية. كما نعلم صفر على الزائد لا نهاية هو صفر، إذن هذا يعطي الجواب أن a تساوي الواحد. لإيجاد ال b نحسب النهاية التالية وهي limit f x ناقص a x كما سبق وتعلمنا ببحث الاستمرار. limit f x هو عبارة عن لوغاريتم 3 زائد e اس x ناقص a x ناقص x لما ال x تسعى إلى الزائد لا نهاية. أيضا نحن أمام حالة عدم تعيين من النمط لا نهاية ناقص لا نهاية. هون كان حنا حالة عدم تعيين من النمط لا نهاية على نهاية. طبعا إذا أزال الطالب بشكل مباشر فالشيء مسموح له مباشرة. ب تساوي نفس الفكرة السابقة، هو إخراج e اس x عامل مشترك، إذا لين e اس x
3 على اي اس اكس زائد 1 ناقص اكس لما الاكس تسعى الى الزمن. وهذا السؤال كان سؤال دورة سابق مع تغيير الارقام. ب تساوي ليميت، نطبق خواص اللوغاريتم، لين اي اس اكس زائد لين 3 على اي اس اكس زائد 1 ناقص اكس عندما الاكس تسعى الى الزائد لا نهائي. فب تساوي ليميت هنا اكس زائد لوغاريتم 3 على اي اس اكس زائد 1 ناقص اكس عندما الاكس تسعى الى الزائد لا نهائي. نلاحظ ان اكس مع اكس اختصرت، فبقي ب تساوي ليميت لوغاريتم 3 على اي اس اكس زائد 1 عندما الاكس تسعى الى الزائد لا نهائي. كما تعلمون احبائي الطلاب، اي قوه زائد لا نهائي زائد لا نهائي، عدد على لا نهائي 0، 0 زائد 1 1، لوغاريتم الواحد شو هو؟ 0. اذا ال ب 0، ومنه المقارب المائل هو y عباره عن x.